أيضا العبادة لا تختص فقط بالجوانب بالشعائر التعبدية بينك وبين الله، لا، بل حتى بتعاملك مع الآخرين. بعض الناس يعنى بالجوانب التعبدية، إنسان عابد كثير الصلاة والصيام والصدقة والبذل والإنفاق، لكن سيء الخلق وربما يؤذي الناس بلسانه وسوء خلقه. استمعوا لهذا الحديث العظيم الذي أخرجه الإمام أحمد بسند صحيح، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وقد سئل عن امرأة كثيرة الصلاة والصيام والصدقة غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها، قال: هي في النار. قالوا: وإن فلانة ليست بكثيرة صلاة ولا صيام غير أن عندها أثوار من أقط تتصدق بها وتحسن لجيرانها، قال: هي في الجنة. فالدين المعاملة، فالتدين ليس معناه أن يختص بالشعائر التعبدية بينك وبين الله وتسيء للآخرين، لا، هذا فهم قاصر لمعنى العبادة. ينبغي أن تحسن لغيرك، تحسن لأهلك أولا، الأقربون أولى بالمعروف، تحسن لوالديك ولأولادك ولزوجتك ولأسرتك، تحسن لجيرانك، تحسن لزملائك لأصحابك، تنتقي الطيب من القول، تحرص على تحسين خلقك. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. رواه البخاري. هذا الرجل يعني كما قال بعض الشراح أنه كان سريع الغضب، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام أنه سريع الغضب. قال: أوصني، قال لك كلمة واحدة: لا تغضب. طيب، بإمكان هذا الرجل أن يقول: يا رسول الله أنا جبلت على سرعة الغضب، لكن مع ذلك قال: لا تغضب، حتى لو جبلت على سرعة الغضب، حتى لو كنت شديد الغضب، بإمكانك أن تصبح حليما، لكن بتمرين النفس، تمرن نفسك حتى تصبح حليما بالتدرج، وإنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. وهكذا بقية الأخلاق الكريمة بإمكان الإنسان أن يكتسبها. فالدين المعاملة، ينبغي أن يحسن الإنسان التعامل مع الآخرين، يكون حسن الخلق، وحسن الخلق من أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة.